أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة بوكت التايلندية، ومن شاطئ لاغونا بالتحديد. هذه منطقة لاغونا، مجموعة من البحيرات، مجموعة من الفنادق عليها، بين المدينة وبين المطار، موقعها على البحر. كان وانت جاي من المطار تلف يمين، تاخذ يمين، مجموعة منتجعات، فنادق وبحيرات. إن شاء الله بشوفون القوارب اللي في البحيرات. أنا اخترت هذا فندق دوزة الثاني، 4 نجوم، الليلة ب500 درهم إماراتي. موقع زين في النص، لو تلاحظون في اللاجونة في النص. هذا حوض الفندق، وعجبني إن الحوض خطوتين عن البحر. بس الحين المطر شوي، من كان من اول ما نزلت الطيارة كان مطر شديد، الحين وقف المطر. حتى بغيت اروح بعض من المطار، بغيت ازور بعض الشلالات، قالوا لي الحين يسكرون وقت الامطار. ان شاء الله لنا موعد معاهم، واستغل الفرصة واستغل اليوم. الغرفة، الغرفة كبيرة، فيها أوتي مكوال الثياب، الحمام كبير، غرفة جميلة صراحة، روعة كبيرة، والفيو حلو جدا. هذا فندق دوزة الثاني مع الإفطار، في موقف للسيارات اللي يبغى يأجر سيارة بعد كذلك، 500 درهم إماراتي في اليوم. مجموعة الغرف على يمينك وعلى يسارك. وقريبة منك، يعني قريبة منك، قريب منك شاطئ باتونغ، بالتاكسي 20 دقيقة. الصباح الورد للناس، الورد. اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2016، نبدأ يومنا، نفطر وبنا، وان شاء الله توفق فيها اليوم. طبعا هل السفره للرست فقط، مش لكني بزور بعض المعالم. تعرفون انتم لو كانت للرست لازم فيها زياره بعض المعالم. تحياتي للجميع، السموحه منكم. مجموعه من البحيرات وبينها الفنادق، منتجعات كلها منتجعات. مكان هادي اللي يحب الهدوء، اهدى طبعا عن المدينة، عن شاطئ باتونغ اهدى بكثير. هاي صالة الأعراس في اللاغونة، منطقة اللاغونة، ونيغة بعض المحلات، سوبر ماركت. اسمحوا لي، عاد المطر اللي يزيد ويخف، يزيد ويخف. يعني موقف الفيري قاربييني يلف بك من الساعة 10:30، وفاتحين من 10:30 لين 7 المغرب. وهذه قرية التسوق، أمام فندق أكاسيا وأمام فندق دوزة الثاني. المحلات بعد ما حد فتح وحد بعد ما فتح، محلات، وفي سوبر ماركت كبير. هذا وفي كذلك شاتل باص، سيارة توديك فري بين الفنادق اللي في اللاغونة، لهم موقف قدام الغرية هاي، قدام المحلات هاي، مثل بيكاب كبير كذا، وين يكون فندقك يوديك ويجيبك ويلف بكل. هذا مخصص حق الفنادق اللي على اللاغونة. المحلات بس حد فتح وحد ما فتح. حياكم الله. هالمعلومة يا إخوان يمكن بعض الناس ما يدرون بها، الفنادق في كل، يعني كل الدول، في كل الدول اللي مطلع على البحر، إذا شفت العلم الأحمر حاطينه يعني معناته ممنوع تسبح، خطر، لأن تستوي تيارات، هاي البحر مرتفع هايج، وتستوي تيارات ممكن يسحبك داخل. لكن إذا شفت العلم أصفر اسبح، لكن حاسب.
واذا شفت العلم ابيض خلاص ما عندك مشكله اسبح بدون. هذه معلومه بس حبيت اضيفها للاخوه. هاي مجموعه المحلات اللي خارج، تمشي لها تقريبا 10 دقائق الى ربع ساعه خارج اللاغونا بوت افينيو. كنا لما طريق مجموعة المحلات والمطاعم والكوفيات. المكان بصراحة أول مرة أنا أزور هالمكان، كله بوكت كله بوكت، فأول مرة صراحة. ومكان هادي يعني مو بالزحم الزحم اللي الحين، بس أنا جيت على الشارع الرئيسي شوفون هالزحم. وهذا أشهر شاطئ في بوكت، شاطئ باتونغ. طبعا ما اقدر اتقرب، العالم كله يتسبحون هناك. وهاي مشكلة اللي بيجي معاه اطفال مراهقين، هاي مشكلة بوكت، العالم تسبح خصوصا هالروس سايلن والاوروبيين تارسين السعر والوعر. مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمحلات. اللي يسأل عن فندق يا اخوان يدخل booking.com ويكتب شاطئ بوتنج. واحد من الاخوة قال يسألني عن فندق، قلت يا ابوي شوف بنفسك، شوف السعر اللي تبغيه وشوف يعني انت الله يسلمك طالب مواصفات عالية وتقول غالي، كل شيء بسعره يعني، كل شيء بسعره. تطلب مواصفات عالية حوض خاص ودنيا، طبعا هذا يكون غالي. بعدين اليوم هذه بوكت اقل مدينة في تايلاند كلها، بوكت عقبها تي جزيرة كوسوموي. هاي المكانين أغلى أماكن في تايلاند لكثرة السواع. شوف لضغط السواع على هالمكانين هاي لان. يعني تدور لك فندق 5 نجوم في بانكوك تلقاه أرخص عن فنادق 5 نجوم اللي هني بنص السعر. عن بوكت مدينة السياحية الأولى في تايلاند ألا وهي بوكت. هذا الفندق جديد الاحمر، هذا الاحمر والابيض سليب، لا بعد اسمه هوتيل سليب وذ مي. هذا قريب من اشهر سنتر في بوكت في شاطئ باتونغ الا هو جانغ سيلون. وهذا اصلا هذا المول هذا فيه هوتيل بعد، فيه هوتيل. التقاطع من داخل السنتر. هذا أشهر سنتر في بوكت. هاي الجزء الأول تكملة السنتر، هاي الجزء الثاني هاي فاصل بينهم. هاك صوب في روبنسون وفي فندق هناك. شوفني بقطع رموشي. حياكم الله واحلى احلى مساء والسلام عليكم. هذا شاطئ كمالا، هذا الشاطئ اللي بين اللاغونا وبين شاطئ باتونغ الشهير في بوكت. هذا جاي في النص، شاطئ حلو بعد، وكله شوفوا مطاعم كوفيات وفنادق من الشواطئ المعروفة هني. مشكلة الجهة هاي يا اخوان، اللي شوفوا اللاغونا وشاطئ كمالا وشاطئ باتونغ في مشاهدين المحيط، في وجه المحيط، لكن في 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 بوكت من الناحية الثانية في الذرة افضل البحر هناك، لانه مش مشاهد مو مقابل المحيط، كله منتجعات هني وكله فنادق، ما في كلام بعد. اللي يحب الهدوء، بعض الاخوان يا اخوان يرسلون لي وبكثره دائما يسالون
شو افضل، موريسيس، سيشل، سيشل او المالديف؟ او انا والله دائما انصحهم بوكيت. ليش؟ اللي في عده اسباب يا اخوان. هذيك الدول، هذيك الجزر، اول شيء بعيده، وانا رايح لها ومجرب، يعني ما في وسائل مواصلات. اذا بتروح مثلا اماكن معينه لازم تلتزم بوغات الغوارب اللي تتحرك، بوغات الباصات، بوغات، يعني اما تايلاند يا اخوان شيء خيالي يعني. ما وبعدين ارخص منهم بكثير بكثير، ارخص سواء الفنادق، سواء لان هناك لازم تلتزم مثلا بمنتجع ولا فندق، واكثر شيء الوجبات الثلاث لازم تاكلها فيها يعني في هالمكان، لانها دول هذيك الجزر والله انها تعبانه جدا يعني. مثل لك صح انها جميله، لكن يعني اول شيء بعيده، تذاكرها غاليه، الفنادق غاليه. بس تايلاند عندك خيارات عديده، وعندك اسعار يعني تبدا من 70 ريال وانت طالع لين بالالاف يعني. طبعا هني في بوكيت منتجعات غاليه جدا، وتعتبر اغلى المنتجعات في تايلاند كلها، لكن في يعني في فنادق حلوه ورخيصه يعني. حتى في فنادق على 150، على 180، 200 ريال يعني، وفنادق يعني ممتازة يعني، مو مول يعني. فاللي يسأل دائما يا إخوان هذا الفرق إنك هناك تلتزم بأشياء معينة، هني عندك خيارات كثيرة، عندك مزارات سياحية كثيرة، من حدائق، من شلالات، من جزر، من فهناك عندك هذا اللي يفرق بين هذا وهذا. ويقول لك المثل: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أول ما تنزل هناك الدولة اللي يقول لك وين، عطني بروشر مال فندق، وين بتسكن، وكم بتسكن، وشو هذا. هاي الدول خلها عنك، هاي توها تعرف شيء وشو معنى السياحة. فهني يا أخوان مثلا انينا من ناحية الطيران، شركات الطيران، شركات، عشرات الشركات. روح المطار بس وتفرج، سوبر ماركت، مو سوبر ماركت، وين يعجبك بتطير في نفس اليوم، في نفس اللحظة، في نفس الساعة. شركات كثيرة مثلا هني، ضقت مثلا تبغي تروح سنغافورة بدون حجز، روح المطار بس، روح أي مطار في تايلاند، بانكوك، بوكيت. شوف بعض الفنادق اللي على البحر مباشرة، اطلع من الحوض وسبح في البحر. أنا هذا اللي يعجبني طبعا، هذا ذوقي، اطلع من الحوض وانزل البحر خطوتين. هذا ما زلنا في شاطئ كماله.